إيران فتحت جبهة جديدة بمهاجمة سفينة دولية في المياه الإقليمية في دعم واضح لجماعة الحوثي في اليمن. هذه التفاصيل نشرت من قبل العديد من الوكالات الإعلامية العالمية مثل الأسوشيتد بريس، أي بي سي نيوز الأمريكية، وحتى هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية. السفينة التي نتحدث عنها هي الناقلة النفطية سانت نيكولاس. هذه الناقلة من التسجيلات الرسمية والخاصة بها هي تابعة لليونان ومملوكة لليونان، وهذه الناقلة كانت في حقيقة الأمر بحسب المارين ترافيك متجهة وانطلقت من ميناء البصرة في العراق مباشرة إلى تركيا، وكانت هنالك صورة من القمر الصناعي أيضا توضح هذه السفينة وهي متوقفة في ميناء البصرة. نشرتها التانكر تراكرز، والتانكر تراكرز بنفسها نشرت وأكدت بأن النفط الذي كانت تحمله هذه السفينة هو نفطا عراقيا. الذي جرى مع هذه الناقلة بمجرد ما عبرت مضيق هرمز باتجاه السواحل العمانية وتحديدا باتجاه ولاية صحار في سلطنة عمان على مسافة 80 كيلومترا أي 50 ميلا، فجأة جاء زورق مفاجأة هذه الناقلة وعلى متنه 4 إلى 5 أشخاص مسلحين بحسب هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية. أكدت بأن هؤلاء الأشخاص هم كانوا يرتدون الأقنعة السوداء والملابس العسكرية، وصعدوا على متن هذه السفينة وقاموا بقطع اتصالات هذه السفينة مع جميع الاتجاهات التي كانت على اتصال معها، واقتادوها مباشرة إلى السواحل الإيرانية. ومثل هذه الأوصاف لهذه الملابس كما تحدثت هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية تتطابق تماما مع الملابس التي ترتديها القوات البحرية الخاصة في الحرس الثوري الإيراني. يرتدون نفس هذه الملابس كما تلاحظون، أقنعة سوداء وملابس عسكرية، وواضح تماما أن هذه القوات هي التي نفذت هذه العملية. بشكل عام إيران اعترفت بأنها قامت بهذه العملية البحرية الإيرانية، قالت بأننا احتجزنا سفينة وناقلة نفط أمريكية. هذه هي المفاجأة. الناقلة بحسب التسجيلات الرسمية كما رأينا بأنها يونانية، ولكن الإيرانيون يتحدثون بأنها ناقلة نفط إيرانية. هذه السفينة نفسها كانت تحمل في السابق العام الماضي تحديدا اسم سويس راجان كما تلاحظون، وهي مملوكة من اليونان، والولايات المتحدة الأمريكية بنفسها هي التي احتجزت هذه السفينة لأنها وجدتها تحمل النفط الإيراني وكانت تهربه للصين. وإيران في حينها قالت بأننا سننتقم مما جرى هنا وسننتقم من الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها اليونان غيرت اسم هذه السفينة وجعلتها سانت نيكولاس، غيرت نوعا ما شكلها بحسب بعض التقارير التي اطلعنا عليها، وهي تحمل النفط العراقي وهي يونانية ومتجهة إلى تركيا. وقامت إيران فجأة بضبط هذه السفينة وقالت بأنها ناقلة نفط أمريكية، وبالتالي ليس هنالك أي ربط أو أي علاقة بهذه الناقلة بالولايات المتحدة الأمريكية، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين هذه الناقلة. لذلك وكالة رويترز استغربت، وسائل الإعلام الإيرانية استغربت من الإيرانيين والبحرية الإيرانية كيف أنها تصف هذه السفينة بأنها سفينة أمريكية. ولكن بشكل عام هذا الهجوم الذي قامت به إيران يأتي في توقيتات حساسة في تصعيد أمني خطير في المياه الإقليمية وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي متزامنا مع تصعيد جماعة الحوثي من هجماتها على خطوط الشحن الموجودة في البحر الأحمر. وكنا أمام هجوم كبير مؤخرا أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية وأعلنت عنه حتى جماعة الحوثي بنفسها، هجوم ب 21 طائرة مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية وصواريخ أيضا كروز مباشرة على المدمرات الأمريكية وحتى المدمرة البريطانية HMS Diamond. الأمر الذي جعل المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بحسب الوول ستريت جورنال أن يتحدثون بأن هذا الهجوم بحد ذاته سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد. كذلك التلغراف البريطانية بنفسها أكدت بأن بريطانيا الأربعاء أي يوم أمس بدأوا بدراسة شن ضربات انتقامية على أهداف برية في اليمن كما تلاحظون. وأيضا في نفس الوقت كان هنالك تصويتا في مجلس الأمن الدولي صوتت عليه ودعمته 11 دولة، امتنع عن التصويت 4 دول: روسيا، الصين، الموزمبيق والجزائر، ولم يقف أحدا أو يصوت
أحد ضد هذا القرار، وبالتالي القرار صدر وكان موجها لجماعة الحوثي وطلبوا منها التوقف من مهاجمة خطوط الشحن الموجودة في البحر الأحمر وأن يطلقوا سراحة سفينة جالاكسي ليدر وطاقمها المختطف الذين يصل عددهم إلى 25 شخصا. وهذا القرار قد يبدو عاديا، قد يبدو غير مؤثر نهائيا، ولكنه في حقيقة الأمر يعطي تأييدا ضمنيا لحلف حارس الازدهار المنتشر بشكل مكثف في البحر الأحمر وفي خليج عدن للقيام باستهداف جماعة الحوثي في حالة استمرارها واستمرار هذه الجماعة بالتصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وكذلك خليج عدن، لأن مجلس الأمن الدولي الآن قال قولته حول هذه المسألة. هنالك حلف، وحتى الأطراف التي هي من المفترض أن تكون حليفة امتنعت عن التصويت ولم تستخدم حق الفيتو في هذه المسألة، لأن هنالك سفن ليست إسرائيلية هي التي استهدفتها جماعة الحوثي. وجاء الحدث وجاء الأكشن الإيراني مباشرة بمجرد صدور هذه الأمور، وقامت إيران باختطاف هذه السفينة التي نتحدث عنها. واختطاف هذه السفينة هي ليست مسألة عادية في هذه التوقيتات، سبق لإيران مع بدء الأحداث في قطاع غزة أن تستهدف وأن استهدفت سفينتين، ولكن هاتين السفينتين واحدة منها هي سفينة شحن وواحدة لنقل النفط، وهذه السفن طبعا أو ناقلة نفطية كلها تابعة لإسرائيل. لكن السفينة التي نتحدث عنها التي تم احتجازها هي عبارة عن سفينة يونانية، سفينة دولية النفط عراقي متجهة إلى تركيا، بينما السفن الإسرائيلية عندما استهدفتها إيران استهدفتها بطائرات شاهد 136 المفخخة، ولم تكن هنالك الكثير من الأضرار أو القتلى أو الجرحى في هذه السفن. بالتالي هذا التصعيد كبير، وكأن إيران تقول بأننا سنصعد في مضيق هرمز وفي خليج عمان وسنغلق مرور النفط والطاقة من هذه المنطقة في حالة بدأتم بالضغط على جماعة الحوثي وبدأتم تؤمنون مرور الطاقة ومرور الغاز المسال وغيرها من العمليات التجارية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. نغلق وسنقوم بغلق هذه المنطقة التي يمر منها 20% من الطاقة العالمية أو من النفط العالمي، وبالتالي هذا سيؤدي طبعا التصعيد هنا من جماعة الحوثي والتصعيد في مضيق هرمز يعني صعود سريع لبرميل النفط الذي من الممكن أن يصل سعره إلى 150 دولارا إذا ما تصاعدت الأمور بشكل كبير وخطير للغاية. واحدة من أكبر المؤشرات بأن جماعة الحوثي فعلا أن هنالك شيء قادم تجاه جماعة الحوثي وضربات قادمة على جماعة الحوثي هي أن السفينة الإيرانية المعروفة سفينة بهشاد المتهمة بأنها تقوم بالعديد من عمليات التجسس ومساعدة جماعة الحوثي في إعطائهم المعلومات حول تحركات السفن لكي يقوموا باستهدافها. هذه السفينة يوم أمس غادرت البحر الأحمر وغادرت بهذا الشكل وبهذا الاتجاه وهي ذاهبة مباشرة إلى إيران، وهذا طبعا هذه التفاصيل نشرتها وأكدتها التانكر تراكرز هي التي أكدت ذهاب وخروج بهشاد من البحر الأحمر ووصفتها بالسباي شيب أي السفينة التجسسية، وهذه السفينة ظهرت التسجيلات واضحة بمغادرتها يوم أمس كما تلاحظون 10 يناير من عام 2024، كيف أنها غادرت مضيق باب المندب كما تلاحظون بهذا الشكل. كذلك بريطانيا الآن فتحت ملفا استخباريا خطيرا على تورط إيران مع جماعة الحوثي في الاستهدافات التي تأتي في البحر الأحمر، فهي كانت قد كشفت التلغراف البريطانية في 24 ساعة الماضية تفاصيل مهمة مرتبطة بهذه المسألة، أكدت بأن جماعة الحوثي في عام 2020 في يناير عام 2020 أرسلت 200 عنصر من أجل أن يقوم الحرس الثوري الإيراني بتدريبهم في أكاديمية الخامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية في زيبا كينار هنا على بحر قزوين، وقاموا بتدريبهم على كل العمليات التي يقومون بتنفيذها طبعا في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر. أي بمعنى آخر أن هذه العمليات هي من تدريبات الحرس الثوري الإيراني وهي تربطهم بشكل مباشر بكل ما يجري في هذه المنطقة، لا بل أنها أيضا هذه المعلومات
المعلومات الخاصة التي كشفت عن طبيعة هذا الترابط، كشفت بأن جماعة الحوثي أثناء التدريب الذي امتد لمدة 6 أشهر بحسب الدورة في عام 2020، تم عزل جماعة الحوثي عن الجماعات الأخرى التي كانت تدربها على العمليات في البحار، وذلك من أجل الحفاظ على سرية المعلومات وأن لا يكون هنالك الكثير من التسريبات حول الخطط والتدريبات التي تحصلت عليها جماعة الحوثي للقيام بهذه الهجمات. والأمور ممكن أن تتصاعد بشكل خطير على مستوى مضيق باب المندب والبحر الأحمر أو حتى مضيق هرمز أو حتى البحر المتوسط إذا ما بدأ حزب الله يصعد، أو حتى الجزائر التي امتنعت من التصويت على القرار الذي صدر من مجلس الأمن الدولي والموجه لجماعة الحوثي. ممكن أيضا أن تأتي أطراف هناك موجودة بحسب تقارير كثيرة، ممكن أن تبدأ باستهدافات على السفن المتجهة إلى مضيق جبل طارق، وسبق لإيران أن وضعت تهديدات بهذا الاتجاه. ممكن أن تتصاعد لأن الأمور تتصاعد على أرض قطاع غزة. تقارير وتفصيل جديد كان قد نشر من قبل الوور مابر بنفسها، نشرت تطورات جديدة على أرض المعركة في قطاع غزة، ووضحت بأن شمال قطاع غزة بعد أن كان بهذا الشكل نهاية العام الماضي، في اليوم الأخير من العام الماضي عام 2023، تغير الوضع الآن بحسب آخر التحديثات. توضح هذه الخارطة بأن شمال قطاع غزة أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، رغم أن هنالك كثير من التقارير اليوم التي تحدثت بأن لا زالت هنالك بعض الاشتباكات التي تجري في شمال قطاع غزة، ولكن السيطرة على الأرض أصبحت بيد إسرائيل الآن. وبالتالي نستطيع القول بحسب الوور مابر أن شمال قطاع غزة أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية. لا بل أن الأمر يتطور بشكل خطير أيضا باتجاه وسط قطاع غزة، باتجاه مخيم النصيرات والبريج وكذلك مخيم المغازي. هنالك تطورات كبيرة من الألوية الإسرائيلية التي تعمل بشكل كبير في هذه الأيام. نتحدث عن لواءين، مع فرقة مدرعة، مع لواء مظلي ومع لواء مدرع، وهو اللواء 179، بعد أن قامت هذه القوات مؤخرا من التقدم باتجاه مخيم البريج هنا وسيطرت على هذه المنطقة. لم تسيطر طبعا على المخيم، ولكنها تقدمت وسيطرت على شارع وتقدمت بشارع صلاح الدين بهذا الاتجاه وبهذا الشكل لتقطع المغازي عن النصيرات وكذلك عن دير البلح، وتقدمت بهذا الاتجاه، وبعد ذلك جاءت لتسيطر على شارع صلاح الدين بهذا الاتجاه، وبدأت أيضا بالضغط على وادي غزة. التطورات الجديدة التي نشرت من الوور مابر وضحت أن اللواء المظلي هنا الإسرائيلي تمكن من السيطرة على وادي غزة الكامل وأصبح تحت سيطرتهم، والقوات الإسرائيلية أيضا تمكنت من السيطرة بالكامل على شارع صلاح الدين وعزلت البريج عن النصيرات، وبالتالي لديها سيطرة ومحاصرة كاملة ومن 4 اتجاهات طبعا على مخيم البريج. وكذلك هنالك تقدم إسرائيلي خطير للغاية من اللواء المدرع 179 باتجاه النصيرات، وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل تطوق هذه المناطق، واضح بأنها ستبحث عن تطويق المغازي وستحاول أيضا من عملية الاندفاع أيضا ممكن بهذا الاتجاه لتطويق النصيرات لفتح أكثر من جبهة لمهاجمتها. وبالتالي المرحلة القادمة واضح بأنها ستكون هي اقتحام هذه المخيمات بعد قصفها بشكل عنيف. لكن الفصائل الفلسطينية حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها لا زالوا يسيطرون بكتيبة المغازي على مخيم المغازي، كتيبة البريج لا زالت حاضرة ومسيطرة على المخيم، وكذلك مخيم النصيرات تحت سيطرتهم. وهنالك نقاط ضعف لدى الجانب الإسرائيلي بهذا التقدم في شارع صلاح الدين. طبعا لديهم الإمكانية باستخدام قذائف الهاون بشكل مباشر لكي يضربوا القوات الإسرائيلية المتقدمة في شارع صلاح الدين هنا، لأنها أصبحت بعيدة عن الدعم اللوجستي الخاص بها، هي محاصرة من جهتين من قبل المخيم البريج ومخيم النصيرات. هذه الكتائب من الممكن أن تؤذي القوات الإسرائيلية وتستنزفها كثيرا في هذه المنطقة، وأيضا ممكن أن تضرب الخطوط الدفاعية والخطوط الخلفية عفوا للجيش الإسرائيلي من أجل إضعاف الطرق المؤدية إلى هذه المخيمات. وبالتالي الفصائل الفلسطينية ممكن أن تشكل خطوطا دفاعية قوية وأن تعتمد على الضربات القوية على الجيش الإسرائيلي ومحاولة إضعافه واستنزافه لكسب المزيد من الوقت. نعم، كسب المزيد من الوقت، لأننا نتحدث عن 4 ألوية وفرقة مدرعة،
كلها تتقدم باتجاه أو فرقة مشاة هي التي تتقدم مباشرة على هذه المخيمات. القوتين طبعا غير متكافئة مع قدرات إسرائيل والطيران، طبعا على مستوى الطيران هيمنة جوية كبيرة للغاية تعطيها قدرة كبيرة لتدمير المنطقة بالكامل والدخول إليها. لكسب الوقت، الفصائل الفلسطينية تبدو الحلول ليست بيدها، ليست الحلول كثيرة بيدها، ولكن ممكن لها أن تفعل وأن تتصرف بهذا الشكل لإبطاء التقدم الإسرائيلي. وبالتالي شكل وسط قطاع غزة الآن هو بهذا الشكل كما شرحناه لكم وكما جاءت التحديثات من الوار مابر. أيضا جنوب قطاع غزة كان بهذا الشكل في نهاية ديسمبر من العام الماضي، الآن تغير وأصبح بهذا الشكل. لاحظ التقدم في خان يونس من قبل الجانب الإسرائيلي. بالتالي بشكل عام الخارطة كانت بهذا الشكل، والخارطة الآن بحسب الوار مابر تغيرت وأصبحت بهذه الطريقة. نلاحظ أن السيطرة الإسرائيلية بدأت تزداد على قطاع غزة وداخل قطاع غزة، ولكن لا زال هنالك المزيد من القتال في هذه المعركة، وهي معركة طويلة للغاية، وهذا قد يعني المزيد من التصعيد في البحر الأحمر أو في مضيق هرمز، وأن هنالك لا زالت فرصة حتى لحزب الله للمزيد من التصعيد. بالتالي المنطقة ملتهبة وملتهبة للغاية.